مشاهدينا خلينا نناقش هالموضوع بتفاصيل اكثر، ونرحب بضيفنا في الاستوديو استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده بمستشفى الشرق بالفجيره الدكتور محمد خليل. مرحبا بك دكتور، صباح الخير. صباح النور، ازي الصحه؟ انا سعيد جدا اكون معاكم النهارده. نحن اسعد دكتور. شاكر جدا لتلفزيون الفجيره ان اكون ان شاء الله معاكم، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه. العفو. ونتعرف على معلومات كثيره بما يخص حديث الولاده ان شاء الله. نعم اكيد الموضوع جدا مهم، موضوع حديثي الولاده. دكتور، شو الرعايه اللي لازم مثلا او اللازمه لمواليد حديثي الولاده؟ اوكي، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. نعم. ان رعايه حديثي الولاده بتبدأ من مرحلة الحمل. من مرحلة الحمل. ما هيش مش من مجرد لحظة ولادة الطفل فقط. صحيح. لكن بتبدأ ايرلي من مرحلة الحمل. وبالتالي رعاية الأم في منتهى الأهمية، رعاية الطفل في أثناء فترة الحمل في منتهى الأهمية، بحيث إن احنا بنمنع العديد من المشاكل اللي ممكن تواجه الطفل في حياته بداية من مرحلة الحمل. فبالتالي الاستدامة والمتابعة على المراجعة في الحمل في غاية الأهمية. نعم. دكتورة الولادة والنساء بالتالي بتقدر أنها تقيم حالة الطفل وهو موجود في بطن أمه باستخدام الأجهزة الحديثة. نعم. اللي موجودة كتيرة جدا. نعم. وبتساعدها على أنها تدي صورة كافية عن الطفل. نعم. وتقدر تكتشف لا سمح الله إذا كان في عيوب خلقية موجودة، إذا كان في أي تشوهات حصلت في أي من الأجهزة بتاعت الجسم. نعم. وهكذا. نعم. الحاجة الثانية، الرعاية بالأم مهمة. مثلا على سبيل المثال، مثلا واحدة من الحالات اللي ممكن تصادف أمهات كثيرة ما يعرف بسكر الحمل. سكر الحمل. سكر الحمل شيء شائع هذا. بالضبط جدا، حتى لو الأم ما عندهاش مرض سكري من البداية، لكن قد يحصل في أثناء الحمل سكر الحمل. صحيح. وبالتالي ده لو ما كانش يعتنى بيه اعتناء كافية، الطفل بينزل عنده بعض المضاعفات اللي ممكن تنشأ من هذه اللحظة. فبالتالي احنا لو رعينا الطفل في هذه الحالة من هذا الـ مش عايز اقول مرض، من هذه الحاله. نعم. الطارئه اللي حصلت لأمنا في هذه. نعم. الحاله ده بيؤدي الى تحسن كبير في وضع الطفل عند الولاده وحتى فيما بعد كمان. نعم. حالات ثانيه، مثلا على سبيل المثال الامهات اللي بتدخن مثلا. نعم. طبعا لازم توقف التدخين في اثناء الحمل لمضاعفاته العديده جدا على الطفل. نعم. يعني كفايه ان انا احكي ان ممكن تاثر على نمو الطفل. نعم. على الأداء بتاع المشيمة نفسها. نعم. غير المضاعفات اللي ممكن تحصل من الدخان نفسه وتأثيره على الطفل، خاصة لو كان حصل في بداية مرحلة التكوين اللي هي في أول 3 شهور من حياة الطفل. نعم. فدي في منتهى الخطورة. نعم. الأمهات اللي بتاخد كحول مثلا على سبيل المثال. نعم. أعتقد مش منتشرة في المجتمع بتاعنا. أكيد. لكن دي من الحاجات الخطر جدا. جدا. وبينزل. نعم. الطفل عنده تشوهات قلقية شديدة نتيجة تناول. نعم. الكحول. بعض الحالات التانية مثلا اللي بتكون الأم فيها مريضة، وليكن مثلا عندها مرض صرع مثلا على سبيل المثال. نعم. أو خلافه، بتاخد بعض الأدوية، لازم تتابع مع دكتور عنده خبرة كافية في مواضيع الحمل والأدوية المستعملة في أثناء فترة الحمل، لأن في بعض الأدوية على سبيل المثال فالبرويك أسيد مثلا. ده ممكن يؤدي لتشوهات خلقية شديدة في. نعم. الأطفال فيما بعد. فممكن دكتور الأمراض العصبية في الحالة دي يحط الأم على بعض اللي هي الأدوية اللي هي أكثر أماناً بالنسبة للجنين في اللحظة دي وفي المرحلة الأولى خاصة من حياته. نعم، يعني الاهتمام في حديثي الولادة يبدأ من. بالزبط. حالة الأم الصحية تقريباً. حالة الأم الصحية في. نعم. منتهى الأهمية. في منتهى الأهمية. على سبيل المثال مثلاً وزنها. نعم. الصحة العامة بتاعتها مهمة. نعم. جدا، الفيتامينات في غاية الأهمية في بعض الأحيان. نعم. على سبيل المثال مثلا في حالة مشهورة جدا. نعم. اللي هو تشوه القناة الفقرية والدماغ حتى ناشئة مثلا عن نقص ما يعرف بفوليك أسيد أو عنصر في فيتامين ب مثلا. نعم. فالأم لازم تاخد. نعم. عناصر كافية من الفوليك. نعم. وإلا ممكن يحصل تشوهات في. نعم. القناة الفقرية. ففي اشياء كثيره جدا لازم تتراعى في اثناء فتره الحمل. نعم، والحمد لله ان الطب فعلا متطور في هالموضوع. متطور بالتاكيد. يعني مثلا ما يستغربون يوم يشوفون مثلا حاله الطفل مثلا في عندنا سكر الحمل تحديدا. مثلا انا سمعت ان مثلا الام اللي عندها سكر الحمل في الغالب ان المولود يكون عنده زياده وزن. صحيح دكتور؟ بالضبط. بينزل عنده زياده كبيره في الوزن. نعم. ممكن تاثر حتى على ولادته نفسها. صحيح. وتخلي الطفل تحت هاي ريسك ان هو ينزل. نعم. يحتاج اسعافات ونقص اكسجين. نعم. والى اخره. نعم. هو في غنى عنها لو كنا. صحيح. ظبطنا السكر. نعم. ينزل عنده انخفاض شديد في نسبه السكر في الدم. نعم. ينزل عنده ضيق تنفس، ينزل. نعم. عنده مشاكل في الكالسيوم. نعم. فمشاكل صحيه عديده، تضخم في عضله القلب نفسها. نعم. فمشاكل صحيه عديده ممكن تنشا عن
حاجة بسيطة جدا بنعتبرها انها حاجة بسيطة، ويمكن الام ما تكونش واخدة بالها منها او مش حاسة بيها. جميل. لكن مع المتابعة الكلام ده بيكتشف. صح، المتابعة قبل الولادة بتخلينا ما نتفاجئ مثلا في الامور جداً. اللي تكون في بعض الحالات المرضية اللي لازم انا كطبيب عناية مركزة لازم اخد بالي منها لما الطفل ينزل، ولازم طبيبة النساء تقول لي اوكي في حالة جراحية نازلة النهاردة، في طفل عنده مثلا أمثلة عديدة جدا. نعم. بالحالات اللي لازم يتخذ لها احتياطات كافية عند مرحلة الولادة. نعم. في تشوه خلقي في القلب نفسه. نعم. فلازم نتخذ استعدادات خاصة. نعم. يعني نقابل الطفل ده في المركز الصحي المناسب له، برضو في حالة دي مهمة جدا. نعم. اختيار المكان اللي هتولد فيه. جميل. حسب الحالة بتاعتها نفسها، ففي أشياء عديدة جدا بتبدأ من المرحلة اللي هي قبل الولادة. عشان ما نتفاجأ. إنزين دكتور، شو الأشياء اللي ممكن أو الفحوصات اللي نسويها عقب الولادة مباشرة؟ بعد الولادة مباشرة. نعم. في ساعات حاسمة بالنسبة للطفل في البداية، بداية من لحظة نزول الطفل. نعم. لازم طبعا الطفل بيستقبل في مكان الحرارة بتاعته مظبوطة، معقم تماما، خالي من التلوث والحاجات دي كلها. الأطباء والممرضين الموجودين بياخدوا بالهم من التعقيم الخاص بالطفل. الطفل طبعا لما بينزل بنشاف الحالة العامة بتاعته ماشية ازاي. نعم. بيجفف، بنحافظ على حرارته، بيبتدي يتعملوا الإجراءات السريعة جدا. نعم. في الغالب بعض الأطفال، الغالب الأطفال ما بتحتاجش إسعافات طبية. نعم. بينزل فيجرس أكتف نشط، يصرخ يبكي، كل الحاجات دي كلها موجودة. نعم. هالموضوع ان يوم يبكي الطفل او يوم يصيح مثلا موضوع جداً. صحي، دي جود نيوز. مجرد طفل ما بكى. نعم. مع لحظة. نعم. قفل الحبل السري. نعم. وصرخ، دي فيري جود نيوز. بعض الامهات اللي هم جديدين يعني يدد على الموضوع ها ان ما يقول لك لا الولد يصيح الياهل يصيح كذا، بس لا الموضوع لا جدا صحي في الموضوع طبيا. البكاء المباشر بعد الولادة. نعم. ده له فوائد طبية عديدة جدا. نعم. من ضمنها ان هو بيفتح الرئه بتاعت الطفل. نعم. عشان تستقبل الهواء كميه. نعم. كبيره جدا، ويطرد السوائل الميه، لان الطفل بيتنفس. نعم. ميه في البدايه. نعم. طب يطرد الميه بسرعه جدا، بيسحب هواء بكميه سريعه جدا. جميل. فده بيساعده جدا في البدايه. نعم. وبالتالي بيحصل تحسن في الاكسجين مباشره بعد الولاده، لان لحظه الولاده نفسها الاكسجين في الدم بينزل. نعم. مع لحظه اخذ النفس السريع ده بيرتفع نسبة الأكسجين في الدم. نعم. هي لحظات جدا حاسمة. فأي لحظات حاسمة جدا حاسمة في أي شيء، مثلا والله نقص الأكسجين في بعض الأطفال حديثي الولادة مثلا، يستوي عندهم للأسف أنه يشرب ماي مثلا، فتكون الموضوع عنده حالته شوي بتكون حساسة أو هو مش بيشرب، هو طبعا بيشرب ماي بالتأكيد وبيبلغ ماي. الدكتور التوليد طبعا النساء. نعم. وطبيب النساء بتقفل الحبل السري فيما بعد، طبعا بتعمل حاجة اسمها ديليت كورد كلامبينج، يعني بتأجل للحظات دي او حاجه قفل. نعم. الحبل السري بيستفيد من الدم اللي موجود في الحبل في اللحظه. نعم. دي خاصه لو كان طفل خديج بالتحديد. نعم. وبعدين بتقفل الحبل السري. مع لحظه القفل بيبتدي يصرخ الطفل الطبيعي الكامل. صحيح. بتسلم الطفل للتيم بتاع طب الاطفال الموجود، بيبتدي الاجراءات السريعه بتاعه الطفل. نعم. بعد كده اذا الطفل سليم 100% مش محتاج اي حاجه، في خلال لحظات بسيطه جدا بناخد الطفل ونسلمه للام، وافضل شيء نحطه سكين تو سكين كونتاكت بيسموه، اللي هو الطفل عريان الام على صدرها يتحط على طول على صدر الام. نعم. دي بتبقى لحظه سعيده جدا بالنسبه. صحيح. للام، بتطمنها، لها اثر نفسي ولها اثر طبي بعد، واثار طبيه مهمه جدا. نعم. انا ممكن نجي لها نتكلم عليها بتفاصيل اكتر. اللي بيسموه سكين تو سكين كونتاكت. نعم. او التلامس الجلدي ده بين الطفل وبين الام، للام وللطفل. نعم. للاثنين بيستفيدوا من هذه. زين دكتور، يعني انتم شو تلاحظون مثلا في الساعات الاولى، شو تدورون مثلا، شو تدورون مثلا على شيء مثلا معين؟ هل شيء يكون مثلا بالتأكيد. التنفس، النظر، درجات الحراره، هي لحظات حاسمه. مش حتى اللحظات الاولى مهمه. من ناحيه اللي هي سلام الطفل والبيينج بتاعه. من ناحيه تنفسه، نبضه، التركيز الاكسجين في الدم، الحاجات دي كلها احنا بنلاحظها في اللحظات الاولى من عمر الطفل، وبالتالي بتحدد اذا كان الطفل محتاج لرعايه، يعني اللي احنا بنسميها ريسوسيتيشن او انعاش او خلافه. نعم. او لا يحتاج لاي شيء على الاطلاق. في الغالب الاعم طبعا بيطلع الطفل مش محتاج. بس لازم يكون في اتندنس للميديكال تيم ويبتدي يشوف الموضوع محتاج ولا لا. بعد اللحظات ديت بنبتدي نخش مباشره بعديها في بعض الحاجات الضروريه بالنسبه للطفل. على سبيل المثال مثلا احنا بنحط مرهم في مضاد حيوي
في عينين الطفل مباشره بعد الولاده، وده بهدف انه يقي الطفل من التهاب الملتحمه او التهاب العين نتيجه طبعا الوضع اللي بيكون اختلاط فيه مع المايه بتاعت الجنين، القناه مجرى الولاده نفسها، في بكتيريا وهكذا، فدي كلها بتحمي الطفل في هذه اللحظه. الحاجه الثانيه بنديله فيتامين كاف مباشره، فيتامين كاف في العضل مباشره بعد الولاده، بتكون جاهزه طبعا الابره بتكون جاهزه وبنديها له مباشره بعديها، ودي بهدف انها تمنع نزيف الجنين اللي ممكن يحصل او النزيف ما بعد الولاده بنسميه، نتيجه عوامل التجلط اللي بتكون الكبد لسه ما افرزهاش بكميات كافيه في الطفل، فبنديله الفيتامين كاف بنشط الكبد عشان يفرز العناصر دي، وبالتالي بنحميه من مواضيع النزف اللي ممكن تحصل للاطفال او للبهات بعد الولاده. بعد كده الطفل بيروح غرفته مع مامته، بتكون الفتره ديت بتبدا موضوع الرضاعه. طبعا احنا بنشجع الرضاعه as early as possible بسرعه جدا، بنشجع الرضاعه الطبيعيه لما لها من العديد جدا جدا من الفوائد. اضافه ان انا اقول ان الرضاعه الطبيعيه هي اللي حمت الجنس البشري الى هذه اللحظه عبر الاف السنين لم يكن اكثر. يعني كلنا رضعنا رضاعة طبيعية وإلا ما كناش موجودين النهاردة. صحيح. فرضاعة طبيعية ديت كنز لا يعلمه إلا من افتقدوا يعني، أو يعني إلا اللي عرفوا كمان أكثر يعني. زي دكتور قبل ما نوصل مرحلة تغذية الطفل بالرضاعة وغيرها، في مراحل ثانية يعني تقريبا كم تم مثلا مرحلة ملاحظة الطفل اللي هو حديث الولادة؟ وفي بعض الحالات اللي قمنا نشوفها خلاص تتعود عليها موضوع زيادة العصارة الصفراء تحديدا مثلا، زيادة الصفراء تقصد؟ بالضبط. شائعة جدا دكتور. جدا طبعا. هو الطفل طبعا ال 24 ساعة الأولى مهمة جدا ملاحظته. احنا مش بنلاحظ بس، بنلاحظ سكر الدم في الطفل، له بروتوكولات معينة بنلاحظ فيها نسبة السكر، بحيث إذا كان حصل انخفاض في سكر الدم مباشرة ديت بتلاقي علاج خاص بيها. بنمنع انخفاض السكر عن طريق الرضاعة المبكرة بالنسبة للطفل، لأن السكر وانس انه رضع يبتدي يحفظ سكر الدم مباشرة عنده. الحاجة الثانية اللي غيرها ان احنا بنبتدي نبص في خلال ال 24 ساعة الأولى، أحيانا قبل ال 24 ساعة بدري، لو الطفل عنده ريسك خاص بالصفرة اللي حضرتك بتحكي عليها، أو مرض الصفار أو بيسموه أبو صفار، وأسامي كتيرة محليا ده هوت في الغالب بيكون طبيعي، والصفرة الطبيعية أنا عايز بس أقول لأمهات كتير إنها ما تتخضش لو ظهرت في اليوم الثاني أو الثالث من عمر الطفل، لأن بتيجي للدكتور تشتكي تقول أنتوا إزاي ما خدتوش بالكم إن ابني عنده صفرة لغاية ما بقى عنده ثلاث أيام؟ لا، هي ظهرت في اليوم الثاني أو الثالث، ده بداية ظهورها للصفرة الطبيعية. لكن في حالات صفرة مرضية بتظهر في الساعات الأولى جدا حتى ينزل بالصفرة. فده لازم تتابع. شو سببها دكتور؟ لها أسباب عديدة جدا. الصفرة الطبيعية بتبقى نتيجة الكبد، هي عملية إنتاج وإفراز. الطفل عنده كمية كبيرة جدا من الهيموجلوبين في دمه، بالتالي بيبتدي يحصل تكسير بمعدل معين في نسبة الهيموجلوبين، بينشأ عن عملية تكسير إنتاج ما يعرف بالصفرة. في المقابل الصفرة لها طريقة إخراج معينة خاصة بالكبد، بيكون الكبد بتاع الطفل لسه في عوامل خاصة بالإخراج بتاع الصفرة غير مكتملة التكون او الكميات الكافيه للكبد انه يبتدي يخرجها. ففي انتاج كتير، وفي المقابل في كبد ما بيفرزش الكميات الكبيره اللي موجوده، فبتبتدي الصفره ترتفع، ودي بتحصل مع اليوم الثاني او الثالث من عمر الطفل. بعد كده الكبد بيبتدي ينشط، عامل الاخراج الواي بروتين وهكذا بتنشط الواي فاكتور، فبالتالي يبتدي يحصل افراز شديد للصفره وتبتدي تنزل مع اليوم الخامس الثامن، يعني في خلال 10 ايام او 8 ايام بتكون اختفت كصفره طبيعيه. مع تكرر هالحالات صرنا نشوف ان الموضوع انه في الخوف بسبب الصفره او بصفار الصفره زي ما بقول قد تكون اسمها طبيعيه، لكن قد يكون لها مضاعفات خطيره. عشان كده حتى لو صفره طبيعيه ما تؤخذش ان الكلمه حميده ابدا. لها لازم يتشاف معدلها، وده بيتشاف من خلال 12 ساعه 24 ساعه حتى 48 ساعة الطفل، وبنشوف نسبة الصفار. لها معدلات معينة معروفة عالميا، محطوطة على بروتوكولات خاصة، بيتشاف النسبة، إذا تعدت النسبة أو وصلت لهذا الحد يبتدي الطفل يتعالج من ارتفاع الصفار. حتى لو كانت طبيعية، حتى لو كانت صفرة ما يطلق عليها بالصفرة الطبيعية. طبعا الصفرة الغير طبيعية ديت أكيد بتتاخد سيريسلي، وبتتحجز الطفل وبيتشاف سببها وجايه منين وهكذا وعلاجها وهكذا. لكن بنتكلم على الصفرة الطبيعيه الشائعه اللي احنا بنتكلم عليها. فحتى لو طبيعيه الامهات لازم تعرف مساله بسيطه علاجها من اسهل ما يمكن،
لكن لا يترك ابدا، لان احنا نقول مثلا انا هعرض ابني للشمس، اصلا انا عندي اولادي كلهم عندهم سفره، الحمد لله ربنا سترها معاهم. نعم بعض الاقوال لكن ممكن تحصل اداه كثيره جدا نعم. بنلاقيها، لكن ممكن تعمل مضاعفات في هذه الحاله بالتحديد. صحيح. فلازم ما تتخذش الامور بالسهوله. نعم. او انا هديله ماء بسكر، الكلام ده كله مش صح. الكلام ده كله للاسف ملوش اساس علمي. نعم. اولا السفره اللي موجوده عند الاطفال ده سفر بنسميه غير مباشر، غير مباشر، غير السفره الكبديه اللي هي اللي الكبد فيها محتاج سكر علشان يبتدي ينشط اكتر وهكذا. نعم. فحته السكر والكلام ده كله اعتقد ما هيش لها اساس علمي كبير. نعم. وبالتالي نحاول ان احنا ما نركنش على الكلام. نعم. ده كله. وخلافة السكر له مضاعفات اصلا، اكيد ان انا ادي له سكر يرفع السكر في الدم، ينخفض. نعم. في الدم يعمل مشاكل. نعم. فلا خلينا احسن لها علاج محدد وثابت ومعروف. أكيد. وسهل ملوش اي مضاعفات. دكتور، الرعايه اللي تكون يعني لازم نأديها للطفل حديث الولاده بشكل طبيعي تختلف طبعا عن الرعايه مثلا اللي هو حق الطفل اللي هو دخل مرحله الخدج، او الرعايه مثلا اللي هو في المستشفيات. بالتاكيد. نعم. شو مثلا المتطلبات عقب مرحله الولاده؟ هي من ضمن الحاجات المهمه جدا اذا كان الطفل اتولد حديث يعني مبكر عن ميعاده اللي هو عن 37 اسبوع. الطبيعي طبعا 37 اسبوع كاملين للحمل، اذا اتولد. نعم. قبل كده بيعتبر خديج. نعم. طبعا درجه الخداجه نفسها مختلفة. هي. الدرجات اللي 35 اسبوع 36 اسبوع بيعتبر الى حد كبير جدا شبيه بالطفل العادي. نعم. ورعايته بسيطة جدا وسهلة وما بياخدش وقت كتير في المستشفى. نعم. الاطفال اللي بتتولد بدري عن كده حسب حالتها. نعم. بيصادفوا مشاكل صحية منها مثلا ضيق التنفس في المواليد. ضيق التنفس. نعم. في المواليد دي حالة خاصة وهي امبريلا ضخمة جدا تحتها حالات كتيرة وتحتها يعني اشياء كتيرة لازم. نعم. يكتشفها الطبيب ويبتدي عليك سبيسيفيكالي كل حاله حسب نوعيتها. نعم. حتى ضيق التنفس قد يحدث للكامل للفول تيرم. نعم. اللي هو الطفل النازل كامل جدا. نعم. ودي بيبقى نتيجه حالات الميه اللي على الرئه ما طلعتش بكميه كافيه. ما طلعت بشكل كامل. بالظبط. فبيبتدي. نعم. نحن نقول عليها ميه على الرئه او ميه داخل الرئه. نعم. فتبتدي تعمل له حاله بيسموها تي تي ان او ترانزيت كريمين اوف نيوبور اللي فيها سرعه في التنفس جدا وضيق في النفس وتستمر شويه ايام وقد تحتاج لعلاجات مكثفه احيانا. نعم. فدي من ضمن الحالات مثلا. صحيح. اذا الطفل نزل عنده التهابات مثلا يعني تلوث دموي او حتى التف الرئه احيانا ينزل. نعم. وبالتالي قد ينشا عنها اللي هي ضيق التنفس ويحتاج علاج في الحالات دي. نعم. خلافا للخدك طبعا. نعم. الاطفال الخدك بالتاكيد حسب درجته ضيق التنفس اللي عنده قد يحتاج تنفس صناعي طبعا في حالات كثيره جدا اذا كان خاصه الأطفال اللي هم تحت 30 أسبوع. نعم. يعني أحيانا كتير جدا بنلجأ للتنفس الصناعي في الحالات دي. صحيح. مع مواد بتساعد الرئة. بالمناسبة من ضمن رعاية الحمل إن دكتورة الحمل بتدي للطفل اللي خاصة هيتولد بدري خديج بتدي له مواد ستيرويد اللي هي الكورتيزون. نعم. للأم وبالتالي ده بيحسن من أداء الرئة بعدين. نعم. ده مثال على أهمية المتابعة في الحمل. أكيد. وإن الأم تاخد هذا العلاج قبل الطفل ما يتولد. أه. يعني هو ممكن ما يمنعوش لكن ممكن يحمي بدرجة عالية جدا ويسهل جدا على العلاج بتاعه فيما بعد. زين دكتور، اتكلم بعد عن بعض مثلا خلينا نقول الأقوال المنتشرة. يقولوا لك مثلا انه والله الطفل يوم نشوفه مثلا عنده زيادة وزن هذا دليل صحة. لا، هي شوف، هو لا الوزن الزيادة. نعم. دليل صحة. نعم. ولا الوزن الصغير دليل صحة. نعم. لأن في حالات شائعة جدا في المواليد اللي بيسموها الأيو جي آر اللي هو الطفل بينزل صغير جدا عن الوزن المتوقع بتاعه. نعم. الطفل الكامل مثلا. نعم. خلافه ولها تشارت معينة. نعم. بنعرف النسب بتاعة الوزن اللي ناقص ده، هل هو الوزن والطول ومحيط الراس بس فقط ولا واحد منهم ولا الثلاثة مع بعض. ده بيسموها حالة أيو جي آر اللي هو الطفل الغير اللي ناقص في الوزن او النمو بتاعته. او ريستريكتد يعني النمو بتاعه حصل له قصور في اثناء الحمل نفسها. نعم. دي طبعا حاله مرضيه تعتبر لها مضاعفاتها ولها مشاكلها الخاصه بها. الزياده في الوزن ايضا نفس الكلام، اذا نزل كبير جدا في الوزن. نعم. ماكروسوميا له مضاعفات وخاصه اذا كان الاسباب بتاعته مرضيه في هذه الحاله. بعض الاطفال بينزلوا بزياده في الوزن بس هي على النورمال لكن اعلى او على الابر مارجن. في معيار او وزن معين دكتور انتم محددين ان هذا الوزن الطبيعي حق المولود؟ هو الافرج الطفل المتوسط بينزل وزنه في حدود ال 3 كيلو 3.5 كيلو 3 ممكن ننزل لغايه 2 كيلو 600 جرام اللي هو في الوزن الاقل. نعم. ممكن تطلع لغايه 4 كيلو مثلا في. نعم. فوق.
لكن أعلى من كده وأقل من كده بتعتبر الحالة خرجت من الحدود الطبيعية. نعم. معقولة بالضبط. نعم. إنزين نتكلم عن موضوع تغذية الطفل حديث الولادة، التدرج فيها، البداية مع الرضاعة وبعدين نروح لمراحل ثانية. طبعاً صحيح؟ أنا عايز أركز على موضوع الرضاعة والرضاعة الطبيعية بالتأكيد. نعم. لأن أنا كفاية أن أنا أقول أن من ضمن فوائد الرضاعة الطبيعية المهمة جداً جداً التي لا تحصى، بس أنا هقول إكزامبلز بسيطة جداً. نعم. أن الطفل مثلاً بتحميه من أن هو يحصل له أزمة ربوية في المستقبل، تحمي من المواضيع الأتوبيك درماتيتس أو الإكزيما اللي بتحصل للأطفال، تحمي حتى من حالات اللوكيميا مثلا على سبيل المثال. نعم. تحمي من حالات الدايابيتس اللي هو السكري اللي هو تايب 1 او تايب 2 منهم في الحالات ديت. نعم. تحمي من اللي بيسمى بصدر الانفانت سيندروم اللي هو الوفاه الفجائيه للاطفال. الحقيقه يعني هي لها فوائد كثيره جدا، خلافا لسلوكيات الطفل الرضع الطبيعي تختلف. مش عايز اقول للامهات اللي بترضع صناعي ان طفلها وحش، ابدا ابدا بالمره، لكن هو بيكون اهدى، بيكون أكثر ثقة في النفس لأنه طول الوقت مع أمه، طول الوقت أمه بترضعه على صدرها على وهكذا، فبيبقى في ثقة في الإنسان ده حتى بتنعكس على سلوكه حتى فيما بعد. فالرضاعة الطبيعية أرجو إن هم يبقوا حريصين جدا جدا عليها. المرحلة الثانية من التغذية دكتور، متى مثلا ننصح الأم إن تعطي ولدها مثلا الماي مثلا في أي عمر في أي شهر؟ يعني هو المية ما بننصحش إن هو يبتدي يشرب مية مبكر، يبقى الفترة المبكرة خاصة في الأربع شهور الأولى نمتنع عن إن احنا نشرب الطفل مية بتاتا. ما أعرفش الحليب ده نسبة المية فيه تقترب من 95% مثلا. نعم. فأنت عايز مية ليه زيادة؟ ليش مستعجلين؟ ده من الحليب ده هو أصلا أكله وغذاء مية أصلا. هي هي. بنسبة كبيرة سبحان جدا. سبحان الله. فأنت مش محتاج تزود المية. المية هتعمل أولا طعم قد يحبها ويسيب الحليب. نعم. بالتالي أنت خسرت إنك ترضع الطفل. مشكلة كبيرة. نعم. الحاجة الثانية ممكن تعمل دايليوشن أو تخفيف في العصارة الهاضمة للطفل، وبالتالي لما تديله حليب يبتدي يحصل عدم هضم كافي للحليب، فمش هتكون جود ايديا في المرحلة المبكرة. لما يبتدي الطفل من الرابع والسادس وهكذا يقلل كمية الرضاعة بتاعته، بالتالي كمية المية بتقل اللي بياخدها، يبتدي نزود المية في الحالات دي، ويبتدي هو بدأ ياخد على الأطعمة المختلفة ويبتدي الامور بس الريكومنديشن ما يديش، لكن لو احتاجنا مثلا ندي 2 مللي لو الميه عادي الامور طيبه، 2 مللي صغيرين ترطيب شفايف حاجات زي كده سكي ما تخش فيها ضروره كبيره. دكتور نبغى منك نصائح حق الامهات اللي عندهم طفل حديث ولاده، ونتكلم بعد عن شيء من الاقوال الشائعه المنتشره عن هالموضوع خاصه في موضوع التغذيه وغيره. أنا عايز أركز على حاجة مهمة جدا جدا بصراحة، ورسالة من الأمهات. نعم. المقولة المنتشرة جدا حتى في الليتريتشرز وفي الحياة العلمية يقول لك الطفل ترضعه لما يجوع، يعني فيز ذا بيبي وين هيز هانجري. كلمة هانجري ديت دي كلمة فيج وكلمة مش معروف حدودها ومش معروف حتى إزاي نعرفها. نعم. خدت بالك؟ هل معنى إن أنا الطفل بيبكي هل إن هو هانجري؟ بالتأكيد لا، لأن في أسباب عديدة للبكاء. هل معنى الطفل انه بيدور وبيعمل كده او حد لقطه كده بدا يدور انه هانجري؟ لا، ده ريفلكس. بعد ساعتها لما تعمل كده يبتدي يدور ويبتدي يعمل الحركه دي، دليل ان هو بيدور على ان هو مصدر الرضاعه عشان ده ريفلكس ربنا خلقه. لكن عشان كده التعريف فيك شويه. انا نصيحتي ان الام ترضع الطفل دهوت كل ثلاث ساعات بانتظام. كل ثلاث ساعات بانتظام. بانتظام جدا، وترضعه زي الساعه. نعم. انا احيانا بنصح الامهات حتى لو الطفل ما خدش الكميه اللي انت حاسه ان هي كافيه وما شبعش، انتظر الثلاث ساعات، حاول تهديه لثلاث ساعات. نعم. بطرق مختلفه يعني. نعم. بالباسيفاير، باي حاجه زي كده. نعم. بتشيله، بتدي اي حاجه، المهم تهديه لغايه لما تقترب اقرب ما يمكن للثلاث ساعات، وتخليها على حيز ثلاثة إلا ربع، ثلاثة وزيادة، ثلاثة حسب الظروف. حتى لو هو راقد دكتور، حتى لو هو أنا جاي للنقطة دي حالا. دي مهمة جدا. طب أنا الطفل في الحالة دي يرضع قد إيه؟ بعض الأمهات تقول أنا هسيبه 10 دقايق بس وكفاية، أو حديله مش عارف إيه، أو هو بيقعد نص ساعة. الطفل يرضع زي ما هو عايز. أنا بقول حددي أنت الانترفال، التايمينج أنت حدديه، وأنا دي اللي فوائد كبيرة جدا لها طبعا وللطفل. وهو يحدد الكميه اللي هو عايزها. نعم. مفيش ريستريكشن بالنسبه له هو. يبقى القرار ميوتشوال بين الام وبين الطفل. انا احدد لك انت تاكل الميعاد بتاعك، وانت تحدد انت عايز تاكل كميه قد ايه، لان كل طفل هيختلف عن التاني في الموضوع. نيجي لموضوع الليل بالتحديد. اغلب بكى الاطفال ومشاكلهم
والمشاكل كلها بتيجي من الرضاعة الليلية. منتشر جدا رضاع الطفل، الأمهات ترضع طول الليل. دي كيلينج، دي عملية غير يعني لا تتناسب حتى مع الحياة. يعني الأم على مدار ال 24 ساعة مفترض أنها تكون صحية، والنصيحة اللي بتتكتب أن أنت تنامي معه وتصحي معاه، مين بيقدر يعمل كده؟ أنا عايز أفهم مين عنده سويتش أنام دلوقتي حالا وما وريش حاجة تانية أعملها، ولما الطفل يصحى أصحى معه حالا. صح. الكلام ده كله غلط 100%. فعلشان كده أنا ضد هذا التعريف. أنا براكتس الشخصي بتاعي أرضع كل 3 ساعات، الأم مستريحة، الأمعاء بتاع الطفل بتوع 3 ساعات تانيين ما بيرضعش، وبالتالي بتهضم الأكل بطريقة كافية، بيستفيد منه بطريقة ممتازة جدا. نيجي لفترة بالليل، رضاعي حوالي الساعة 11 12 بالليل، ورضاعي الساعة 6 صباحا. فترة الساعة 3 إذا هو قام وصحى ومتعود كل 3 ساعات، كمية صغيرة جدا بالمصري البسيط بتاعنا بيقول تصبيرة مثلا له. لكن الفترة دي هتخلي الطفل بعد كده جرادولي يبتدي ينام طول الليل. أنا عايزه ينام طول الليل. والأم تنام معاه طول الليل. وتصحى معاه الساعة 6 الصبح نشيط جدا في النهار، يبتدي النوم المعكوس، لأن الطفل في أثناء الحمل بيصحى بالليل وينام في النهار. لأن حركة الأم في النهار كتيرة، السكر بينخفض شوية ينام. بالليل تنام، السكر ارتفع ينشط ويصحى. فهو ده فانت لازم تغيري الساعة البيولوجية بتاع الطفل. ازاي تغيريها؟ اللي هي عملية ان انت ما ترضعيش بقى بالليل كتير، لانها صغيرة جدا. هيبتدي هو جراديولي يبتدي السكر في الدم مش يقل، لكن ينزل على ينزل الوسط. معلومات طبعا جدا مهمة دكتور. بالظبط، يبتدي ينام ويبتدي يهدى ويبتدي تنامي انت كمان وتحافظ على نشاطك، وبالتالي تحافظ على الانتجري بتاعت الأسرة ككل. ونشاط الأسرة ككل. معلومات جدا مهمة، معلومات طبية جدا مهمة. تفند بعض الأقوال منتشرة بهالخصوص، بخصوص رعاية أطفال حديثي الولادة. استمتعنا وياك دكتور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الشرق بالفجيرة، دكتور محمد خليل. شكراً. يعطيك استمتعت أكثر، وشكراً جزيلاً، وإن شاء الله تكون مفيدة للأمهات. أكيد. وإن شاء الله يعطيك العافية دكتور. شكراً. كل خير إن شاء الله. شكراً دكتور، يعطيك العافية إن شاء الله. مشاهدينا مكملين وياكم فقراتنا، لكن بنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية.